طيب خلينا نبدأ معاكم حلقتنا النهاردة من صباح الخير يا مصر بمجموعة من أهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أبرزها الحكومة استعرضت نشاطها الأسبوعي في إنفوجراف، أيضا نفي الحكومة بخصوص أي نقص في السلع الاستراتيجية في الأسواق، وأخبار تانية كتير نستعرض تفاصيلها في خلال التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل مجموعة من الإنفوجرافات اللي سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء في الفترة من 27 أغسطس ولحد 2 سبتمبر. تضمنت الإنفوجرافات الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها. كمان أكدت الحكومة أن الخبر المتداول بخصوص وجود نقص في السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية خبر غير صحيح، وأن كل السلع الأساسية والاستراتيجية متوفرة بشكل طبيعي مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً في كل الأسواق وفي كل فروع المجمعات الاستهلاكية، وأن في توفر في المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية هيكفي أكتر من 6 شهور. أيضاً أكدت الحكومة أن الهيئة القومية للأنفاق بتضع على رأس أولوياتها خلال السنة المالية استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق المرحلة الثالثة والرابعة بتكلفة 53.7 مليار جنيه. امبارح أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي عن إطلاق فعاليات المرحلة رقم 23 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية اعتباراً من يوم 1/9/2022 ولمدة شهر، وده بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد، لتوفير كل المتطلبات المدرسية، أدوات مدرسية وزي دراسي وأحذية، وبأسعار مخفضة بنسبة بتصل ل 30%، مع الاستمرار في توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة وصلت ل 60%. يعني في الحياة الواحد بيستغرب جداً لما يلاقي لسه في إشاعات بتطلع فيما يخص عدم توفر سلع استراتيجية في البلاد وما عندناش والحقوا اللي بيحصل، كلها حروب جيل رابعة معروفة خلاص بقى، يعني حس إن اللعبة دي ما بقتش تخيل على المصريين زي يعني ما بيقولوا. كم مرة الإشاعات دي تحديداً خرجت؟ يعني كم مرة؟ صحيح، لا خرجت كتير قوي، وفي نفس الوقت يعني الواحد بيستغرب، طب حكم عقلك إزاي ما عندناش سلع استراتيجية وفي نفس الوقت إحنا الحكومة أو وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن توافر مخزون كافي من السلع الاستراتيجية، سواء كان قمح سواء كان سكر وما خلاف ذلك من والزيت وغيرها من السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطن المصري لمدة 6 شهور، وده وفقا لتوجيهات القيادة السياسية. ويمكن احنا شفنا رؤى العين ازاي عندنا مشروعات كبيرة جدا فيها دلوقتي، أو الهدف الرئيسي منها هو تحقيق اكتفاء ذاتي، وكل مرة بنقول الكلام ده نطلع نرد على الإشاعات دي، ودلوقتي بقى أصبح يعني خير رد فكرة اللي انت مواجهة الفكر بالفكر وعلى عينك يا تكر. إيه اللي عندنا؟ احنا عندنا دلوقتي أبسط حاجة يا جمانة موجودة دلوقتي المبادرات اللي طرحت مؤخرا. صحيح، وزارة الداخلية أهلا مدارس، لسه كان دكتور مصطفى مدبولي في افتتاحها في جهاز تنمية المشروعات في مدينة نصر من يومين. كل ده الهدف الرئيسي منه ايه؟ لو احنا ما عندناش سلع استراتيجيه هنعمل تخفيضات على السلع الاستراتيجيه. هو الهدف فأهل يعني المدارس 50% وكلنا 31%. صحيح، هو رفع الهدف الاساسي ايه؟ هو يعني رفع عبء يمكن ارتفاع الاسعار والظروف الاقتصاديه عن كاهل المواطنين. انت بتتكلم حتى على كلنا واحد واهل المدارس ومثيلاتها عامه من المعارض، بس خلينا كمان نبص للمنافذ الدايمه والشوادر اللي موجوده كمان دايما الموجوده على طول. يعني ازاي ممكن يكون عندنا نقص في السلع التموينيه واحنا عندنا ان كان منافس دايما او حتى المعارض اللي بتبقى موسميه اللي ليها علاقه ان كان بالمدارس او مثلا في وقت رمضان؟ انا برضو يعني اتذكر انه في رمضان دايما كل سنه لازم تطلع نفس الإشاعة. صحيح، ان احنا عندنا نقص في السلع، انه السلع مش مكفيه، انه في ارتفاع قبل نعم قبل المواسم. يعني انت قلتي رمضان دخول مدارس، عارفه لو لازم يختلق ازمه عشان يلا بقى في عندكم مشكله. صحيح، غير بقى كمان ان هي بتكون المعروضات بتكون اولا صناعه مصريه، وغير ان بيكون اسعارها اقل من مثيلاتها اللي موجوده في السوق. خلينا نبص تحديدا كمان لمبادره كلنا واحد اللي هي يعني تحديدا قبل المدارس، لان في اهداء 32 ألف شنطه مدرسيه
داخلها الأدوات المدرسية مهداة للطلبة في المناطق الأكثر احتياجاً. طيب لو أنا برضو عندي نقص في أي سلعة أياً كانت، هكون حتى مش فكرة بقى أن أنا بقلل الأسعار، ده أنا كمان بأهدي شنط أكيد برضو لا. صحيح. يعني الحقيقة أنه الإشاعة مش مدروسة حتى، يعني محتاجين تعملوا مجهود أكبر من كده، يعني مفيش منطق حتى في ده موجود. يمكن كنت اتكلمت على فكرة وجود السلع الاستراتيجية لفترة تكفي 6 شهور، وفي الحقيقة كمان لفترة تكفي أكتر من 6 شهور في بعض السلع، ده حقيقي. فخلينا نطمن يا جماعة، بلاش نمشي ورا الإشاعات، لأن الإشاعات دي تحديدا بتقلقنا، والإشاعات دي مسؤولة عن رفع الأسعار، وبنرجع بعد كده بنتضايق. لا، الحاجة الحمد لله موجودة. وبعدين يعني أنا ليه هبص على فيسبوك أو هبص على سوشيال ميديا، ما أنا نفسي موجودة في الأسواق الشارع. وأنا موجودة في الشارع، أكدب رف السوبر ماركت بالظبط. يعني خلينا أكلمك بقى مبادرة كلنا واحد تحديدا اللي احنا بنتكلم عليها دي، لأنها لسه تم إطلاقها منذ يومين تحديدا. لو هنتكلم بلغة الأرقام، مبادرة كلنا واحد دي هي المرحلة رقم 23. صحيح. يعني سبقها 22 مرحلة، وبسبب نجاحها وإقبال المواطنين عليها. وبالمناسبة أنا شفت ده، يعني في فترة من الفترات كنت أنا بعمل تقارير إخبارية عن الموضوع ده، وأنا شفت سعادة المواطنين إن فعلا في خصم موجود، وبيبقى موجود دايما في الهايبر ماركت الكبيرة وفي بعض من الأسواق الرئيسية في المحافظات المختلفة بالتنسيق مع مديريات الأمن، بتعمل ده وبتعمل شوادر. لو نتكلم بلغة الأرقام، 814 منفذ موجودين، بنتكلم على 6 معارض رئيسية، 17 معرض في مختلف المحافظات، غير التنسيق مع مديريات الأمن عشان تعمل شوادر علشان ده، بخلاف منافذ أمان اللي موجودة في الشوارع وموجودة في كل ده، بخلاف منافذ القوات المسلحة اللي موجودة اللي بتوفر كل ده. أصلا المتنقلة، شوف أنا بقولك إيه، يعني إحنا بقى نعد كتير قوي، يعني ممكن نقعد الحلقة كلها نتكلم على، يعني كده بتكلم على السرادقات أو الشوادر اللي حتى مكانها ثابت. لكن مش بس كده، ده في عربيات متنقلة بيكون فيها بعض من هذه المنتجات أساسا. صحيح. عشان حتى تكون في سهولة إنها تقدر توصل للناس. يعني أتمنى بس إن إحنا قبل ما نقرأ أي خبر ونصدقه ونتوتر ونقلق، وزي ما قلت لحضراتكم بينعكس على السوق وبينعكس على الأسعار، يعني نجرب بنفسنا اللي نزل ولا إنه في نقص في أي سلعة، هو يقدر يحكم بنفسه. لا يعني ويقول لنا وهنطلع نقول والله. طبعا أكيد. يعني يقول لنا السلعة اللي موجود فيها نقص، لأن إحنا في مرحلة شفافية، ودورنا كإعلام إن إحنا نحط أعين الحكومة على الحاجة اللي فيها مشكلة علشان تتحل. لكن الحمد لله الأمور مستقرة تماما في البلد، وأكبر دليل على ده كمان حزمة الإجراءات الاستثنائية اللي بيتم تطبيقها دلوقتي وفقا لتوجهات القيادة السياسية الخاصة ببطاقة التمويل. بتتكلمي في 300 جنيه لإعانات أو لرفع الأعباء عن كاهل تحديدا الأسر الأكثر احتياجا في البلاد، وشفنا متابعة صرف هذه العمليات التمويلية من امبارح وأول امبارح. صحيح مظبوط. وتاني مرة تانية هنأكد على نقطة مهمة جدا، إنه عشان نقدر إن إحنا كدولة نعمل كل ده، إن كان المنافذ اللي بتوفر السلع بأسعار مخفضة، أو حتى المعارض الموسمية زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم، أو بتكون حتى يمكن حزم الحماية الاجتماعية الاستثنائية، أو حتى زي لو رجعنا كده لشهر 7 هنلاقي إن كان في رفع كمان في المعاشات، كان في وقت استثنائي أو وقت كان بدري عن الميعاد المقرر. كل ده ما كانش هيحصل لو ما كناش عاملين حسابنا. صحيح. لو ما كناش شغالين من قبلها بسنين، لو ما كانش عندنا خطة عارفين إحنا بنعمل إيه. ده غير إن إحنا اتعرضنا، العالم كله وبالتالي إحنا كمان تعرض، خلينا نقول، لأزمتين كبار جدا. أولهم كورونا من 2020، ثانيهم الأزمة الروسية الأوكرانية اللي يمكن العالم كله بيعاني منها، وإحنا بالتالي إحنا مش في معزل عن العالم، فإحنا كمان لازم يكون في تأثيرات علينا إحنا. بس لو قارنا التأثيرات، والحقيقة يمكن أنا بقول الكلام ده بمنتهى الأمانة، لو قارنا التأثيرات اللي بتحصل هنا باللي بيحصل في باقي العالم، هنعرف إن الحمد لله يعني إحنا أفضل حالا من دول كتير ودول كبرى. يمكن سمعنا عن أزمة الزيت مثلا في أوروبا، مش لاقيين حتى زيت للأكل يا بصمت. لا هو بيبقى حصص كمان، يعني مش فكرة مش وأسعار ارتفعت، مفيش مواطن بيدخل بياخد أسعار الوقود. ياخد سلام عليكم، أنا بعد إذنك محتاج إزازتين زيت وثلاث أكياس سكر، آسف لك إزازة زيت وكيس سكر. تخيل اللي انت عشان تجيبي إزازة زيت في أوروبا دلوقتي محتاجة تجيبي 3 أزايز زيت وليكن لبيت، بتاخدي مثلا مراتك وابنك أو بنتك عشان تدخلوا كل واحد يشتري إزازة زيت، فأنت متخيل الموضوع عامل إزاي. طبعا يعني ربنا ينجي الكل، وإحنا مش في مجال لمقارنة، لكن إحنا بنقول الحمد لله، الحمد لله بفضل
بفضل ربنا سبحانه وتعالى اولا، وبفضل حكمه وتخطيط قياده سياسيه ويعني الحكومه بشكل عام، لان اعتقد الازمه اللي موجوده حاليا كان في نظره استباقيه موجوده في البلد، واكبر دليل لده المشروعات القوميه الكبرى اللي بتتعمل في البلد تحديدا، وكانت بتتعمل قبل الازمه الاقتصاديه اللي موجوده. لكن جمانة اتكلمت برضو في جزء مهم جدا، وهو فكره زياده المعاشات. خلي بالك شهر سبتمبر تحديدا تم صرف فيه المعاشات بالزياده اللي اتحطت، يعني احنا في شهر فيه الزياده اللي اتحطت، الزياده دي بتقدر ب 18 مليار تقريبا، بيستفيد منها 10.5 مليون مواطن، بطاقات التموين بالزيادات الاستثنائيه اللي موجوده عليها 8.5 مليون مواطن لل 100 جنيه، تقريبا مليون لل 200 و300. فانت بتتكلمي في اجمالي المستفيدين في الشهر ده فقط، سواء كان زياده معاشات او زيادات استثنائية في بطاقات التموين، بتكلمي في 18 مليون مواطن أو أكثر، بخلاف البرامج الخاصة بالتضامن الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجاً. مجهود كبير الحقيقة جداً، يعني على مختلف الأصعدة، وزي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم الهدف الأوحد فيه هو المواطن وتخفيف ورفع عبء ارتفاع الأسعار وتأثيرات يمكن الظروف الاقتصادية العالمية على عن كاهل المواطنين، ده بكل تأكيد. وأي حد يحاول يخرج يقول كلام غير ده، أعتقد أن احنا لازم بس نفكر ولو دقيقة، يعني نتوقف أمام ما يحدث لمدة دقيقة ونتأكد بنفسنا بس كده. صحيح، وغلاء الأسعار موجود على الكل، يعني مش هنا بس، هو السبب في إجراءات اقتصادية أو أزمة اقتصادية موجودة في العالم ككل وكلنا عارفينها. طيب نروح لجولة المحافظات، لأن معنا فيها النهاردة أخبار متنوعة ومتعددة من محافظات الجمهورية المختلفة. يمكن أبرز هذه الأخبار تخصيص مكاتب تأهيل، المكاتب دي دورها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة في محافظة الإسماعيلية، وكمان وزير الري ونائب محافظ بني سويف تفقدوا أعمال الحماية من أخطار السيول، وده استعدادا للشتاء القادم. كمان انضمام القاطرة درويش لأسطول ميناء الأسكندرية، بالإضافة لأخبار تانية كتير من محافظة بورسعيد وجنوب سيناء والأقصر، هنتابعها في هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث، أبرزها إعلان مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية عن تخصيص مكاتب التأهيل على مستوى المحافظة، واللي بتستقبل الحالات لإتمام إجراءات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة. وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم وعاصم سلامة نائب محافظ بني سويف تفقدوا بعض المشروعات الجاري تنفيذها ضمن خطة الوزارة في مجال الحماية من أخطار السيول. أعلنت شركة الترسانة بالإسكندرية بناء القاطرة درويش والانتهاء منها لصالح هيئة ميناء الإسكندرية علشان تنضم الأسطول القاطرات الخاصة بميناء إسكندرية. نفت المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة ما تم تداوله مؤخراً بخصوص إزالة مقبرة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، وأكدت إن كل اللي تردد بخصوص الموضوع ده مش صحيح وعاري تماماً عن الصحة. شهدت محافظة بورسعيد انطلاق بطولة الجمهورية للشركات في دورتها الـ 55، واللي بتحمل اسم الراحل الدكتور حسني غندر رئيس الاتحاد العام للشركات. اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بحث إقامة مهرجان سباق الدراجات لراكبي الدراجات الإيطاليين للترويج والتنشيط السياحي لمدن المحافظة والمقاصد السياحية، وده في حضور ميكايل أدامي منظم سباق الدراجات الإيطالي، ومن المقرر إقامته في شهر إبريل 2023 بمشاركة من 100 ل 150 متسابق من إيطاليا وجنسيات مختلفة. هندسة كهرباء إسنا بمحافظة الأقصر أعلنت أنه من المقرر أنه يتم فصل التيار الكهربائي عن 12 منطقة بمدينة إسنا، وبيجي الإجراء ده طبقاً لبرنامج الصيانة المبرمج الخاص بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء وعمل الصيانة اللازمة. الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة في محافظة الفيوم قال أنه تم حصر أعداد الوحدات الصحية والمراكز الطبية اللي هيتم تنفيذها بمركزي الفيوم وطمية، ووضح أنه هيتم إنشاء 10 وحدات صحية ومراكز طبية جديدة بمركز الفيوم، ده مع تطوير 32 وحدة صحية ومركز طبي تطوير شامل، بجانب رفع كفاءة 6 مراكز طبية ووحدات صحية خلال أعمال مبادرة حياة كريمة.
أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية بدء استقبال أوراق الطلاب المقبولين بجامعة الإسكندرية الأهلية النهاردة في مقر كلية الدراسات الاقتصادية.